بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. درس اليوم غلس شوي، تمام، على قولة المصريين، وتقريبا هو الأول من نوعه أني أقدم درس نظري ثم أقدم عملي، لأنه بصراحة فشلت أني أقدم عملي مباشرة لأنه طال الشرح وطالت التفاصيل ولا وضحت الفكرة. أوكي، طبعا هذا واحد من دروس إدارة السيرفرات أو إدارة الخوادم، تمام. طبعا عندك القناة فيه قائمة خاصة بإدارة الخوادم، ممكن تفرج عليها أو ادخل على موقع عرب جنو لينكس في التصنيف الخاص بإدارة الخوادم، لأني ما راح أعطيك دورة أقول لك واحد كذا اثنين كذا، لا، هذه إدارة الخادم، ثبت الخادم عندك يا مرحبا. طيب، أول حاجة لازم يعرفها مدير الخادم، أو ولا صح المستخدم العادي ممكن يستفيد بشكل كبير منها، لكن مدير الخادم أو مدير السيرفر إذا ما يعرف الشغلة هذه يستقيل على طول، تمام، لأن شغلة مهمة جدا، وهي تصريح الملفات، تصريح المجلدات، تصريح الدخول، كل حاجة لازم يكون فيه فن بالموضوع هذا، أنه يكون الشخص ملم بكل الأشياء اللي يقدر أو اللي راح يتكلم عنه، خصوصا بالموضوع هذا أو راح يستخدمه، بلا صح بدل ما يتكلم عنه يستخدمه. طيب، وش الفكرة؟ إدارة الملفات أو بلا صح إدارة التصريح شيء حساس جدا، خاصة على السيرفرات الكبيرة، تمام. مستخدم المنزلي ممكن ما يحتاجه، ممكن يحطه من باب المتعة ولا في خطر عليه، لكن على سيرفر لا، في خطر. طيب، ايضا لانه مهمه جدا ومفيده جدا، لازم اننا نعرف تفاصيله. راح اتكلم اليوم ان شاء الله تعالى بشكل نظري ونغطي الجانب هذا، ثم بالدرس الجاي راح ندخل بشكل عملي، نفتح الطرفيه ونضيف حاجات ونشتغل. خلكم معي. اوكي، حتى ندخل بالموضوع مباشره راح نصنف الاشياء راح اتكلم عنها كالتالي. طبعا تصريح المجلدات تقريبا او تصريح الملفات بشكل عام ثلاث تصاريح، اوكي، لازم نحفظ ان هذه زي اسمنا بالضبط. التصريح الاول هو، طبعا نكبر الخط صراحه، البرنامج هذا انا نادر الاستخدام له، فممكن ناكل هوا شوي احنا وياكم. لا، ممتاز. طيب، التصريح الاول هو تصريح ايش؟ مجموعه، تمام، مجموعه. طبعا في حركه انك تقلب الدعوه، لكن خلونا بالشكل هذا. اثنين، عفوا، الاول اللي هو المالك، اثنين المجموعه، تمام، هذه المجموعه. ثلاثه، تصريح اي شخص، تمام، نسميه مثلا عام، اوكي. طيب، هذه الثلاث تصريح اللي لازم تعرفها بالبدايه، اللي هو تصريح المالك، تصريح المجموعه، تصريح عام. ايش الموضوع؟ ايش هو تصريح المالك، تصريح المجموعه والى اخره؟ طيب، في عندك ملف معين انت انشاته بالنظام، لما تنشا الملف هذا انت المالك له، هذه الفكره الاولى، اوكي، هذا هو المالك. لما انشئ ملف معين اسمه مثلا فايل، اوكي، او فولدر بشكل عام، مجلد يعني، المالك له، هذا هو، هذا التصريح الاول، تصريح المالك. التصريح الثاني والنوع الثاني هو تصريح المجموعه اللي ينضم فيها المالك. لو كان انا في مجموعه اسمه مثلا اي تي، تمام، وفي مستخدم ثاني اسمه احمد برضه معي مجموعه الاي تي، تمام، راح ناخذ مع بعض او نشترك مع بعض بتصريح المجموعه. في النهايه في تصريح عام لاي شخص، مو بالمالك ولا هو بداخل المجموعه، تمام. طيب، خلنا ناخذ مثال بسيط ونوضح فيه الفكره. طيب، عندنا المستخدم الاول، تمام، لو يعطي اللون هذا، اوكي، هذا المستخدم الاول. المستخدم هذا اسمه بدر، اوكي، مثلا عندنا بدر في قسم الاي تي، ماشي، وفي عندنا واحد ثاني اسمه خالد، اوكي، هذا بدر وهذا خالد، ماشي. طيب، هذا كلهم قسم الاي تي، وهذه المجموعه حقتهم، المجموعه راح تكون بالشكل الدائري، ماشي، وبنفس اللون، لكن الشكل البيضاوي هذا راح يكون تابع للمجموعة، هذه اسمها مجموعة تقنية المعلومات، تقنية المعلومات أو قسم تقنية المعلومات، ماشي، أوكي، هذه هي مجموعة. طيب، هنجيب مستخدمين ثانيين. المجموعة لو المستخدم الأول اسمه مثلا عبد المجيب، تمام، والمستخدم الثاني نسميه فارس مثلا، تمام. طيب، هذول المستخدمين الاثنين، هذول مثلا يكونون في مجموعة المبرمجين، مثلا قسم البرمجة، اوكي، نسمي هذا قسم البرمجة. طيب، هذه مجموعة. الآن أنا وفارس في مجموعة اسمها قسم البرمجة، هذا يعني أنا وفارس نتشارك تصاريح المجموعة اللي موجودين فيها، اللي هي مجموعة قسم البرمجة. يعني أنا لو كعبد المجيب أنشأت ملف، تمام، المالك له اللي هو الرقم واحد أنا، اوكي، وأنا أنتمي لقسم البرمجة، فمجموعتي اي شخص معي بالمجموعه زي فارس يكون له نفس تصريحي اللي هي المالك، اللي هي تصريح قراءه وكتابه وتنفيذ. راح نشوف ايش موضوع قراءه وكتابه وتنفيذ الان. نفس الكلام، انا الان لو جيت كعبد المجيب، تمام، حاولت اني اتصل هنا،
اوكي بالمنطقه هذه ما راح اقدر. ليش؟ لانه ببساطه شديده انا ما عندي تصريح اني ادخل على المجموعه ذي، اوكي انا ضمن مجموعه البرمج. نفس الحكايه لو بدر حاول انه يتصل معي مثلا بالمجموعه هذه تمام، راح يفشل فشل ذريع بسبب انه ما يقدر يوصل هنا الا في حال انه اعطيناه تصريح. لذلك السهم راح يكون بالشكل التالي، عبد المجيب راح يكون هنا تمام، وبدر راح يكون هنا، غير كذا ما يضبط تمام. طيب هذا هو. طبعا نفس الحكايه انه خالد راح يشارك نفس التصريح تمام، انه خالد تقنيه معلومات مع بدر. اما بالنسبه لي المستخدمين لو حطينا لهم مثلا الشكل هذا اوكي، هذا شخص داخل من اي مكان تمام، ممكن نحط له اللون هذا تمام، ممكن نسميه مجهول اوكي. الشخص المجهول هذا ما راح يقدر يدخل، او بالاصح ما يتمتع باي صلاحيات يتمتع بقسم البرمجه اوكي. يعني ببساطه هو ممكن انه مثلا يدخل على تقنيه المعلومات ماشي، يقدر انه يدخل على قسم البرمجه، لكن ايش التصريح الموجوده له؟ هنا هو الكلام. تجي الحين نقطه ثانيه مهمه جدا اللي هي انواع التصريح. طيب في عندنا انواع تصريح كالتالي، حط لكم خط هنا. طيب اوكي، التصريح الاول اللي هو تصريح قراءه ماشي، قراءه اكبر الخط مدير كبير. طيب سوى حفظه، هذا التصريح الاول تصريح قراءه ماشي. قراءه الثاني كتابه، الثالث تنفيذ اوكي، قراءه كتابه تنفيذ. طيب ماشي. طيب كل واحد من هذول يحمل رقم معين ماشي، يعني عندنا القراءه هذا يحمل رقم اوكي، القراءه رقم 4، رقم التصريح الخاص بالقراءة 4، رقم التصريح الخاص بالكتابة هو 2 تمام، راح نشوف شو موضوع 2، ورقم التنفيذ هو 1 اوكي. طيب بمعادلة بسيطة انت تقدر تسوي رقم للتصريح عندك. طيب اذا حاب انك تعطي بدر اوكي تصريح قراءة كتابة تنفيذ، راح تجمع 4 زائد 2 زائد 1 يساوي 7، 7 ترمز الى قراءة كتابة تنفيذ ماشي. هذه السبعة الاولى، هذا بالنسبة للمالك، تصريح المالك خلصنا منه. تصريح المجموعة اوكي، اي شخص ضمن المجموعة هذه ايش ياخذ تصريح؟ والله ممكن ياخذ قراءة وكتابة لكن ما ياخذ تنفيذ، يعني راح ياخذ 4 و2 راح ياخذ 6 اوكي، قراءة كتابة لكن بدون تنفيذ. بالنسبة للعام ممكن نعطيه قراءة فقط، يعني راح اعطيه تصريح اللي هو 4. كيف نقدر نسوي تصريح؟ كيف نقدر ننشئ تصريح؟ طيب ببساطة شديدة عشان تنشئ تصريح معين راح تسوي التالي. إذا حاب المالك راح ياخذ 7، قلنا 7 الفائدة منه ايش؟ انه يقول عنده قراءة وكتابة وتنفيذ. المجموعة ايش راح يكون عنده؟ راح يكون عنده قراءة وكتابة اللي هي 6، وبالنسبة لي العام راح يكون عنده قراءة فقط، يعني طلع عندنا التصريح التالي. الآن لو أعطينا أي مجلد التصريح هذا ايش راح يكون؟ راح يكون ببساطة المالك عنده صلاحيات كاملة، المجموعة عنده جميع الصلاحيات ما عدا صلاحيات التنفيذ اللي هي 7 ناقص 1، وفي عندك اللي هو في النهاية 4 اللي هي قراءة فقط الخاص بالمجهول. يعني المجهول هذا ممكن ادخله على قسم البرمجة، لكن ايش راح يسوي؟ ما راح يسوي شيء، ما عنده اي صلاحيات غير انه يقرا. نفس الحكاية بدر يعتبر مجهول ماشي، بدر يعتبر بالمجموعة هذه مجهول لانه ليس ضمن المجموعة هذه اوكي. لذلك بدر لو انه نزل تحت اخذ تصريح من اللي تحت، غير اللون شوي تمام، لو جاء بدر الحين وقال اوكي انا باتصل بالمجموعة هذه اللي تحت تمام، لو الان بدر اتصل بالمجموعة هذه خلينا نقلبه تمام، ايش راح يصير؟ راح يحصل على التصاريح التالية 4 فقط. ليش؟ لأنه بدر ليس ضمن مجموعة قسم البرمجة. طيب الآن عبد المجيب راح اتصل في قسم اللي هو تقنية المعلومات، ايش راح ياخذ؟ عبد المجيب راح ياخذ التصريح التالي اللي هو تصريح رقم 4. ليش؟ لأنه ليس ضمن المجموعة هذه اوكي. هذه فكرة المجموعات. طيب بالنسبة للمستخدم المجهول اوكي، احنا ممكن نعطيه تصاريح معينة، لكن خلوا الدرس الجاي افضل عشان نتكلم عنه بتفصيل بتطبيق. طيب الحين عرفنا انه بدر ما يقدر يدخل على قسم البرمجة اوكي. بدر لو اني ضفته لمجموعة قسم البرمجة راح يكون عنده تصريح رقم 6، راح يقدر يقرأ ويكتب اوكي. يعني المجلد هذا اللي فيه قسم البرمجة راح يكون فيه قراءة وكتابة تمام. نفس الحكاية لو حطيت فارس ضمن قسم تقنية المعلومات، اضفته لمجموعة اسمها تقنية المعلومات، راح ياخذ رقم 6 بينما هو حاليا رقم 4. ليش؟ لانه هو من خارج المجموعة فهو رقم 4. هذه فكرة التصاريح. فلما تنشئ مجلد معين افتراضيا ايش راح يكون؟ راح يكون التصريح حقه 7 للمالك
افتراضيا تمام، احيانا ما يكون 7 احيانا يكون 6 اللي هو قراءة وكتابة فقط على حسب تمام. ممكن انك تعدله الى اكثر من تصريح، افضل تصريح موجود غالبا اللي هو 7 7 5. ايه 7 7 5؟ 7 7 5 طبعا ممكن انكم لاحظتوه لو كتبته بالطرفية عند اغلب المجلدات، مجلد الهوم ممكن لاغلبها تمام تحصل تصريحه اللي هو RWX. كيف افحص؟ تفتح الطرفية تمام، راح لاي مجلد نسوي ماك داير تيست مثلا او تيستينج تمام، ثم نسوي LSL تيستينج انتر تمام. اوكي يبدو اني راح اسوي هذه تمام. نروح الحين ندور على تيستينج STTCC. اوكي هذا تيستينج. لاحظ التصريح كالتالي، اعطاك R read، طبعا هذا D ترمز لانه مجلد تمام، دايركتوري يعني قراءة كتابة تنفيذ RWX. بالنسبة للناس اللي معي بالمجموعة قراءة لكن ما في كتابة وفي تنفيذ. طيب بالنسبة للناس من برا المجموعة تمام، يعني أي واحد ثاني غير المالك وغير المجموعة عنده صلاحية قراءة وعنده صلاحية تنفيذ. يعني من خلال العملية هذه والمعادلة هذه راح تعرف كم رقم التصريح. أوكي رقم التصريح كالتالي، إذا كان ما عنده إلا قراءة وتنفيذ راح يكون التصريح حقه 5. اوكي هذا يعني ان المجلد اللي تو كان تصريحه 7 5 5 تمام. طيب اوكي ناخذ مثال علشان نسهل الموضوع وراح نختم به الدرس حق اليوم. لو سوينا تشينج مود زايد، عفوا سوينا تشينج مود 7 7 5 على تيستينج اوكي، سوينا انتر وسوينا ال اس ال مره ثانيه وراح نشوف تيستينج راح يكون. لاحظ انه تغير، صار ار دبليو اكس قراءه كتابه تنفيذ، قراءة كتابة تنفيذ، قراءة بدون كتابة مع تنفيذ. هذا هو اللي هو 7 7 5. أوكي هذا يفضل إنك تستخدمه. أوكي لكن في عندنا تصريح ثاني اللي هو change mode اللي هو كان قبل شوي، وقلنا قبل شوي إنه 7 5 5 7 5 5 testing. أوكي وسوينا LSL. الآن راح نلاحظ إنه testing هذا أخذ نفس التصريح السابق اللي هو RWX R dash X R dash X، مع ملاحظة انه هذا اسم المستخدم وهذه هي المجموعة تمام. هذه فكرة التصاريح وكيف تضبط التصاريح والمجموعات. اتمنى ان الله وفقاً وقدرت اني اشرح الفكرة هذه نظريا للدرس القادم ان شاء الله. هذه احد الدروس المهمة جدا مدير السيرفر وايضا مهمة جدا للمستخدمين. يلا نشوفكم ان شاء الله في درس القادم وفي امان الله.